أعاصير، دخان مصانع، موجات حارة، حرائق، فيضانات. تحذيرات نشطاء تتزايد وأصوات علماء المناخ ما زالت تتردد من أجل وقف مخاطر التغير المناخي. فما هو التغير المناخي وتأثيراته على كوكبنا؟ التغير المناخي يصيب دولاً وقارات حول العالم ويؤدي إلى زيادة وتيرة ظهور الطقس الحار القاسي كموجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير، ويعد حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز مصدر أكثر من 70% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية التي تنطلق في الغلاف الجوي مساهمة في الاحتباس الحراري. فاليونسكو حذرت من اختفاء 30% من الأنهار الجليدية بحلول عام 2050، مضيفة أن 58 مليار طن من الجليد تذوب سنوياً بسبب الاحتباس الحراري. وذوبان الثلوج هذا يدل على ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض. فالسنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئاً على الإطلاق مقارنة بمتوسط درجة حرارة الأرض قبل 170 عاماً، وهو ما يعني ذوبان ثلوج أكثر وفيضانات خطيرة أكبر في الدول الساحلية، خاصة تلك المرتفعة على سطح البحر أقل من مترين. فالمناطق المنخفضة عن سطح البحر عموماً معرضة للغرق والزوال من الخريطة. فما هي تداعيات التغير المناخي على البيئة وصحة الإنسان كذلك؟ تؤثر التغيرات المناخية على صحة البيئة المحيطة، حيث من المحتمل أن ترتفع وتيرة حدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات وغيرها، والتي قد تهدد سلامة وصحة الإنسان، من ضمنها انتشار الأمراض المنقولة بالنوافل وغيرها. سارعت العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات بهدف المساعدة في مكافحة أزمة تغير المناخ وإيجاد حلول تنقذ البشرية من الكوارث الطبيعية من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ السنوي. برأيكم كيف ستكون الحياة على كوكبنا بعد 10 سنوات من الآن؟